ماجستير بيترانو ابروز ستيت جاز. هنبدا الاختبارات. اول حاجه الغنى، اتفضل. غنى ايه بيه؟ حضرتك تغني. انا اغني ولا ادب في المدرسه؟ حضرتك لازم تغني لان الوراثات الجينيه بتنتقل للابن، فلازم السنيوره تطمن على ابن حضرتك. غني يا طه. حضرتك لو ما غنيتش هترفض البصير فورا. اي دمعة حزن لا، اي لحظة حيرة لا، عايشين عايشين سنين احلام، دايبين دايبين في احلى كلام. كويس كده مين؟ برافو برافو. الرياضة مهمة جدا زي ما السنيورة قالت. حاول اي حاجة كده، دي اي حاجة عشان تخلص من الدورة. سيب سيب. مستحيل طبعا ان انا اروح اطلع العجلة واقعد العب رياضة عشان خاطر بقدم لابني اجي العب رياضة. مستحيل كده يا بيه. في ايه بالظبط؟ انت رجعتي ميت الرياضه براك. كلمة سينيورا، كلمة سينيورا، كلمة سينيورا، كلمة سينيورا. رد راما يا طه، استحمل شويه. ارجوك يا مدام، انا سكوزا سكوزا حضرتك مش عارفه بس قولي لها سكوزا. مستحيل طبعا ان انا سكوزا. ايش يا شعب؟ ماشي يا شباب كده كويس خلاص. السنيوره هتغير لكم التمرين خالص عشان ما تتضايقوش. دي مستر زي ده، بس ده اتفضل مستر طه. الحمد لله. ايه ده بي؟ بامبرز. بامبرز ايه يعني؟ مش حضرتك التمرين؟ ما عملت دي تمرين، اعمل تمرين تاني؟ اتفضل حضرتك. مش هعمل تمرين تاني انا اصلا، مش عايز اقدم لابني خالص من الحاجات دي ضروري. على فكره ده دي براش دي كتير بيبي بامبيرو. بتقول ايه دي؟ انت مستني انت يقول هو يعني ايه يا بيه؟ طيب يعني ايه السيناريو بتقول ده؟ انت بتعمل لنا اختبار شخصي ولا بتعمل ايه اختبار شخصي؟ انا داخل اصلا الجيش انا ولا طه؟ استحمل. بيتري كريستيانو. اوكي كلمه 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 سيناريو. امسك بيتري كريستيانو. بيتري كريستيانو. ايوه بيتري كريستيانو. ايوه بيتري كريستيانو. بيتري كريستيانو. بيتري كريستيانو. بيتري كريستيانو. اتفضل يا بيه. برافو برافو برافو. خلاص انا واقف تفضل مستر طه. لا حضرتك سوري سوري انا مش عارف اعمل دراما خالص اصلا هنا. انا مش عايز اقدم لابني. سيب ساعتك بتاع دي، سيب دي خالص. انا مش عايز اقدم لابني هنا. مش عايزين مدرسه دي. بيتر اشتاتر. يلا يا مدام يلا. طب انا هقول لحضرتك على حاجه، هقول لحضرتك على حاجه. يلا مش ما ينفعش مدرسه كده. طب اتفضل بس اتفضل حضرتك. في ايه؟ خلصينا من الدور ده. هتقدمي لنا ولا مش هتقدمي لنا؟ في المدرسه دي. يا بيه انت فين الراجل اللي كان هنا واخد الدوسات دي؟ ما بين السنيورة. ايه ده دي ده؟ دي كيف مستحيل طبعا ان انا اعمل الحاجات دي. مستحيل طبعا. هتمضي حضرتك؟ مش عايز يمضي، مش عايز ابني يروح المدرسة دي. تا 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 مش بتاعتك، دي قلتي بركة تعمل؟ وقفتي حالنا أصلا، ما ينفعش اللي أنت بتعمليه ده. أنت قلتي بركة دي مدرسة دي ولا جنينة حيوانات ولا إيه الموضوع بالظبط؟ فين الأستاذ اللي هنا أصلا قاعدة في الأوراق دي؟ إم دي الورق عشان نمشي. أنت ربنا من ثلاث سنين يا نبي أسعد الباشمهندس، تعالى خلصنا الموضوع ده. شو بتعمل؟ ربنا بالظبط ومش لا فاهمة حاجة ولا مدير ولا فاهمة أي حاجة. ايه ده؟ احنا جايين اختبار قاعده هنا ولا جايين اختبار ايه؟ ولا جايين مدرسه ولا جايين رياض اطفال ولا جايين ايه الموضوع بالظبط؟ في ايه؟ انت مجنونه؟ ايه الجنان اللي احنا فيه ده؟ بيتي تيشر ستاتي تيتا انت اصلا عارف اللي بقول ايه؟ بيتي راشتر روح تشر البردنيا الثاني. ايه ده لو كده؟ خدوا اللي جاي خدوا خدوا اللي جاي خدوا رايح دايما في ايه؟ في ايه؟ أنا؟
تحت أمر. صباح الخير. أيوة حب تحت أمر. يا صباح الإشراقة الطيبة. صباح الخير. يا صباح السعادة. ربنا يخليك. صباح الخير. يا صباح النماء والمحبة. ربنا يخليك. صباح الخير. ربنا يخليكم. أنا أمور. اسمي وديدة. أهلا وسهلا. وسهلا يا مرحبا. يدلعوني بدودة. اهلا وسهلا. كنت انا صغيره ودد دد دد عشت الاسامي. وانا صغيره بقى عشت الاسامي. اتشرف بيكي. تهاني. مين؟ تهاني. هاني. تهاني. مش سامعك. تهاني. تهاني. عشت انا تاخذونيش ودني الشمال دي فيها تحلب. ايه؟ فيها ايه؟ فيها تحلب. طب ده جالك منين التحلب ده؟ ولا مرزة لو بصيت كده حضرتك انت نازلة كويس. فين؟ بص هناك كده في محل الاخضر كده. ابو تندى اللي هناك ده؟ ابو تندى. ده بيبيع حلويات. حضرتك بيبيع بسبوسة وكنافة. انا بحب البسبوسة قوي. عاوزة قد ايه؟ عايزة نص بسبوسة بالقشطة. بسبوسة بالقشطة. بحبها قوي. طيب. ايوه مشكرة قوي. وخليكي بقى معايا. نتسلى مع بعض. انا بقالي سنين ما نزلتش الشارع. ربنا يديك الصحه. اجري الدم في رجلي لان انا عندي عظمي عامل زي حلاوه الطحنيه. ربنا يديك الصحه. ربنا يخليكي. انا اول مره اقف في الشارع. بسم الله عليك. ربنا يديك الصحه. الحمد لله. الحمد لله. لا ده انا كنت فين وبقيت فين. ربنا يديك الصحه. اتفضل. ايوه ادي الباقي اهو. ايوه وادي البسبوسة هي بالهنا والشفا. فك يا محمد. طب ما وحياة عينيك لا تفك. طب وتخش ترتاحي. لا 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 مش مخنوقة من جوه. يلا ادي حتة. انا اصلا مش هقدر اكل منها لان انا عامل دايت. عامل مين؟ عامل دايت. عامله ليه؟ علشان انزل شوية عشان انا زيادة كده انزل شوية. عامله فين يعني؟ عامله عند الدكتور. طب وسايبه ليه حضرتك هناك؟ لا ده هو مش واحد انا سايبه. ده هو نظام انا بتبعه علشان انزل شوية. وحياة عينيك تعدميني. بعد الشر عليك. تعدميني. اديله حتة في بقه. انت اللي تفرقي. بقه؟ يوكليه. يلا حمادة. وبقه دي؟ وبعمل رجيم بقى بعدين. انا برضو حتة صغيرة كده. بالقشطة. ايه ده؟ يا ابني ابني شافني. ابني شافني. شافنا احنا بنعمل ايه؟ في ايه؟ ايه ده؟ بسبوسه بالقشطه. بسبوسه بالقشطه. بسبوسه بالقشطه. بسبوسه بالقشطه يا ماما. ايوه هم الجماعه. هاي حاسس يا ماما. يا رامز. في ايه؟ يا رامز يا حبيبي. عجبكم اللي عملتوه ده؟ اللي عملناه. اللي عملناه. في ايه؟ مالك يا حاج؟ الف سلامه. مالك؟ هي طلبت مننا بسبوسه بالقشطه. قلنا لها في ايه يعني؟ ايه المشكله؟ اوعي اوعي ايه هتكذبي يا تهاني؟ وتكذب ليه كمان؟ هتكذبيها كمان؟ هتكذبيها كمان؟ وانت يا محمد ايه؟ انا ايه؟ مش انت اللي جايبها بايدك ليه؟ ايوه انا اللي جايبها. مش انت اللي قلت لي هاتها؟ انتوا جبتوها لي ليه؟ مش انت اللي طلبتيها؟ انا طلبت ايه؟ طلبت ده. وحياتي ليك انا طلبتها. ايوه طلبتيها. هو انا هنغني ولما انت عارف ان الدكتور منعك عنها. ايوه على البسبوسه ام قشطه. بتطلبيها ليه؟ اوعى اوعى ايه؟ باختصار حضرتك دلوقتي احنا بنحبك وبنحترمك. يا ست تحترمينا عليا وتحترمينا. احنا مالنا منه اي حاجه. انت تعرفيني؟ تهاني انت مش عاوزه تاكل بسبوسه ام قشطه. انا عارفه بخرب بيتك وبيت اليوم اللي شفتك فيه. انا مش عارفه تهاني بتنفعل عليا ليه؟ بتنفعل عليا؟ عارف ان الدكتور منعها من البسبوسه ام قشطه. هتلاقي قفص وحطها فيه طالما بتخرج وتسيبها. قفص ايه؟ معلش ما حدش هيعمل لكم حاجه الا باذني. يا سلام. ورانش ولا 10 ثاني. رامز. رامز مالكش دعوه بيها. تيتا مش عارفه انام. قلقتوني. يا حبيب تيتا. هي توتي. تيتا حبيبي. تيتا حبيب قلبي. حبيب قلبي. تيتا حبيب. انت هدادة صباح. هدادة هدادة صباح. هدادة صباح. مش عارفه انام. تعالي خدي جوه وكلفتيه. خليه ينام. وجوز العقول ده بتربيهم للعيد الكبير ان شاء الله. مين دول؟ ولما انت عندك ناس جوه اهو. مش عندك ناس بتقولي في الاول ليه انت مش فاضيه؟ تقرفي ما عندكيش حد. مش قادره تنزلي وتكذبي علينا ليه؟ انا ما اقدرش اهين اهل بيتي. وتهينينا احنا؟ احنا خدامين عندك. انت لما عندك جوز فاهم اللي جوه دول. ما هو انا ليه ومش انا معاهم ليه؟ عرفتينا في عشان مش قادر حضرتك. تعدمي. مش قادر حضرتك. اصل انا لسه هتغدى فدي هتسد نفسي. لا لا مش قادر حضرتك. معلش عشان خاطر. من ايد دود عشان خاطر. خد يا ابني. انت زي ابني. ربنا يخليك. الف هنا وشفا. ربنا يخليك يا فندم. جميل. ايه ده؟ يا نهار. في ايه؟
فؤاد. فؤاد شافنا. فؤاد ابني. فؤاد. ايه ده؟ بسبوسه. بسبوسه؟ بسبوسه بالقشطه. بسبوسه بالقشطه؟ اه بسبوسه بالقشطه. بسبوسه بالقشطه يا ماما. معلش يا فؤاد، هو جابها لي وقرش عليا، قال لي لازم تاكلي. جبت لك ايه حضرتك؟ انا معدي وحضرتك اللي قلت لي هات لي بسبوسه. عشان ما باكلش الحاجات دي. طب انا اعرف منين ان انت في ايه حضرتك؟ عاجبك اللي عملته ده؟ انا اعرف منين حضرتك؟ الحاجه الوحيده اللي ممنوع تاكلها هتجيبها لنا؟ انا ما اعرفش، هو في سم؟ ما البسبوسه بتتباع في المحل عادي. بسبوسه بالقشطه؟ بالقشطه اه حضرتك، هو القشطه دي سم؟ ولا يهمك من فؤاد ولا يهمك من رامز، لان انا اللي هقول لهم يعملوا اللي يعملوه. انا لو حضرتك انا عملت حاجه؟ انا اللي اقول. انا عملت حاجه حضرتك؟ انت بتجيب لي بسبوسه بالقشطه ليه؟ حضرتك اللي قلت لي. قلت لك امتى؟ وانا معدي حضرتك ندهت عليا قلت لي هات لي بسبوسه بالقشطه. دلوقتي انت بتفتري عليا يعني؟ بتفتري عليكي ليه يا ست؟ ايه المشكله؟ ما انا لك مزعل ماما ضد ايه؟ ماشي ماشي ماشي. يا استاذ انا معدي والحاجه ندهت عليا. ندهت عليك ازاي؟ قالت لي بس يا كابتن. يا لا ما قلتلوش يا كابتن. ما قلتلوش بس، انت بتكذب. يا كابتن. ايه؟ لا عملت ما اعرفش اعملها انا دي حضرتك. طيب خلاص مش مهم. فقلت لها حاضر يا فندم عايزه ايه؟ قالت لي عايزه نص كيلو بسبوسه بالقشطه. جبت لي ايه بتقول؟ بسبوسه. بتقول جبت ايه؟ بسبوسه. بسبوسه؟ بسبوسه بسبوسه. انتي يا دوده يا دوده شايله البسبوسه، والله حلاوتي وبنت وبنت عروسه. انتي يا دوده يا دوده شايله البسبوسه، والله حلاوتي وبنت وبنت عروسه. بصي بس بصي بس بصي بس هتصور كتير ما تحس. خيري بروش انتي تشبيكي وشباني كيف تستروي؟ وي يا ريت تعرفوا نفسكم في السنين. مدام زيزي؟ مدام زيزي؟ سيد 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 من ضمن الشروط ده حضرتك؟ يا أدواندات وبي بركتر كيرا اختيره ولي بركتر مين اللي يغني؟ أنا ولا هو؟ حضراتكم وانتوا الاثنين. إحنا الاثنين؟ أيوة. طب ليه؟ طب الفرد ما بنعرف، طب نغني يعني نغني نقول إيه؟ بربورتاتي بركتر كوزي بركتر دي برسنية روالجان عربي إنجليزي اللي رايح حضرتك بس أغني إيه؟ أغني مسا عجرم مش حافظة هيك حكي قولي على بالك حبيبي قرب بص 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 زعلان ازعل ازعل نص نص بس مش عارفة حاجة انت دي تعجب يا مدام دي تعجب دي تعجب زيزي زيزي دي تعجب انت ريكورتي شكرا زيزت ها يس شاي زيزت يس يبيوري تيراني نو في كيف مش بفهم مش بفهم الا عربي بيش فاتي الغورتي براني الهديد انجليزي عربي انت سايبنا محتاسين كده يا استاذ زخاري عمال اتكلمنا سالت حاجات كتير قوي مش فاهمينه مدام زيزيتا يا مدام زيزيتا يعني انا اللي حكي العجله دي دكتور ريتيك برج برج كان ستيري كده جرب يا سيد مش معقوله يعني مش معقوله عجله يعني بعد ما شاب بعد السن ده كله اركب عجله ربنا انا مش مقتنعه خلي بالك كل ده في صالحنا يعني دي نقاط في صالحنا يعني اشتري ليه اشتري قول لي ازاي ازاي مدام زيزيتا وانا كمان لا 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 يوتي فوجي اني اورينو مرسيل مرسيل بتهنيك على اختيارك لجوزك بتشكر فيه لانه رياضي جيجيتا روكي جيجيتا وان 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 يا مستر والنبي ربنا يخليك ما تسيبناش لوحدنا تي بارشتا انا مش معقوله يعني ليه مش معقوله ايه ايوه مش معقوله انك بدات يا عم البنت ايه ما هي شغلانه يعني بتيرين ريد سنه ده لو ريد بتيترجم روبر ستاكس اه ايه يا شكيت الحمد لله احنا فهمنا حاجه يا استاذ زخاري قول لها حضرتك ان ده راجل رياضي مش محتاجه انها تعمل كل الاختبارات دي انت بوري تاني كده برافو طيب في حكايه في ايه تاني انا اتخضيت معقوله هي بصراحه هي بتخضنا كده ليه مش سكري في بركه رساله يا يا ايه دي كمان بيتي رستراني معقوله يعني قولي توروني يا سيدي اللي خلاك عملت اللي قبل كده اعمل دي خلاص بقى وخلصنا ترابو كمان ترابو
برافو 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 يا استاذ زخاري. ادو من منين فين الاستاذ زخاري؟ كرستانو بيبي جاستان يا استاذ زخاري من فضلك قول اذا كان في حاجه تاني. وتر اشتكر الكاتر الكاتر يا ست عرفتينا يا اسكندريه. انا ما اعرفش الا العربي. الكلمتين اللي اتعلمتهم في ايام الجامعه نسيتهم. مش معقوله كده. عرفتينا تعبتينا. فين العفريت بتاعك ده؟ راح تندهله ان شاء الله. هتموت وهي بتندهله. ايه ده؟ راح فين دي؟ في ايه؟ كابتن كابتن. نعم يا ماما. معلش بحضرتك وبعد إذن حضرتك معلش أنا هعطلكوا ثواني. اتفضلي اتفضلي. أنا اسمي وديدة. اسم حضرتك إيه؟ منال. منال. ها؟ منال. معلش يا حبيبتي عشان ودني شوية فيها تحلب. تحلب؟ وحضرتك؟ أنا أحمد. مين؟ أحمد. مين؟ أحمد. عايزة حضرتك برمال زهاني فيها تقالة. هتجيب لي نص بسبوسة بالقشطة. افتكرهم. ماشي. لا عادي مفيش مشكلة. طب خليك يا منى. طب ما تأخرش. طب انا هنزل اقعد معاكي بقى. طب خليك عشان انت تعبانة. لا اتسلى معاكي تحت بدل ما انا واقفة كده طول النهار ما بنزلش خالص من البيت. أول مرة بنيجي 5 سنين أقف كده في الشارع فرحانة. فرحانة إني واقفة كده. من 5 سنين ما نزلتيش الشارع؟ ما بنزلش خالص. أنا يجي الراجل مكبساتي يكبسني. يا تيجي الست بتاعتي المرهم تقعد تدهلي جسمي وهتكلفت وانام. بابا جه اهو. ايه؟ بابا جه. بسبوسه بالقشطه. الله يخليك. وادي الباقي 35 قرش. فكي لي العلبه دي. ايوه. بسبوسه بالقشطه؟ عشان الله. الله. حلوه. شوفي شوفي يا منال. نعم. بسبوسه بالقشطه. بسبوسه بالقشطه حلوه جميله. تعدمني. ان ما اكلتش حته خد دي كده بالقشطه. فين القشطه؟ خدي خدي اهي. ايوه خدي. انا اديني بقى حته كده بالقشطه. الله يا لهوي يا لهوي. ايه في ايه؟ فؤاد فؤاد ابني ورامز صاحبه شافونا. بسبوسه بالقشطه؟ ايوه بسبوسه بالقشطه. ايه في ايه يعني؟ بسبوسه بالقشطه يا ماما. هو اللي جابها صح؟ انت اللي قلت لي هات بسبوسه بالقشطه. في ايه يعني؟ عملنا ايه احنا؟ انت عملت ايه؟ ايه عملنا؟ هي اللي قالت لي هات بسبوسه بالقشطه. هي انا قلت لك. ايوه انت اللي قلت هات بسبوسه بالقشطه. حضرتك ليه بتكذب؟ انا ما بكذبش. هكذب ليه يعني؟ طب حط عينك في عيني كده. ما حط عيني في عينك. في ايه؟ اوعى. اوعى ايه؟ لما اقول لك اوعى توعى. ليه يعني اوعى ليه؟ وبعدين في الليله المهببه دي كل كلمه بتقول. انا عملت لك ايه؟ انت قلت لي هات بسبوسه. عامل لك ايه يعني؟ بسبوسه بالقشطه. اه انت قلت هاتي بسبوسه بالقشطه. يعني احنا غلطانين مثلا اللي جبنا لك بسبوسه بالقشطه؟ يا عم استنى بس بقى. مش اول مره يجيب لي بسبوسه بالقشطه بقى. نعم نعم نعم. انت هتخرفي ولا ايه؟ بقول لك كده عشان تبقى عارف. اقول لك ايه؟ ان شاء الله. نعم. يعني انا هنعمل لها ايه يعني؟ قول لي يعني هنعمل لها ايه؟ استنى بس اوعى. ايه اوعى دي يعني؟ انت هتخرب معانا ولا ايه؟ لا بقول لك ايه؟ لا استنى استنى يا بيه استنى يا بيه استنى يا بيه. انت مالك منفعل ليه كده؟ ايه منفعل ليه؟ هنعمل لك ايه؟ انت قلت هات بسبوسه بالقشطه. هات بسبوسه بالقشطه. يعني احنا كذبنا؟ يعني بتعترف. منال. ما هي اللي قالت ومداني الفلوس. منال. نعم نعم. وحياه عينيكي. نعم. مش بابا هو اللي راح جاب بسبوسه؟ يا ستي ما هو جاب. مش انت اللي قلتي له حتى. ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه اللي ايه ده ايه ده ايه ده يعني؟ في ايه؟ خليك شاهد على اللي بيعمله. شاهد على ايه؟ شاهد على ايه؟ ايوه انا شاهد على اللي بتعمله. شاهد انا شاهد على اللي بتعمله. بصي 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 بصي